بكرة هيكون فات ربع قرن بالتمام والكمال على إصدار اليورو عملة أوروبا الموحدة واللي أقره الاتحاد الأوروبي وأثبت قدرته على البقاء والصمود، وده بعد ما كان انهياره متوقع في كتير من الأوقات. فيا ترى إيه أسباب قوة اليورو؟ وهل نجح في توسيع نفوذ أوروبا؟ وهل يقدر يطيح بالدولار عملة أمريكا في يوم من الأيام؟ بانكير نبض البنوك. بداية من 1 يناير 1999 أصبحت العملة الأوروبية الموحدة اليورو حقيقة واقعة في شكل رقمي فقط، وده قبل ما يتم تداولها من قبل العامة من خلال الأوراق النقدية والعملات المعدنية بعد 3 سنين. وبعد مرور 25 سنة تبدو نتائج إصدار عملة موحدة للقارة العجوز متفاوتة. صحيح ما تحققش كل النتائج على أرض الواقع، لكن الأكيد إن العملة تمكنت من الاستمرار رغم كتير من التحديات. وبيرى عدد من المحللين إن بقاء اليورو وصموده بعد ربع قرن من طرحه هو علامة النجاح ودليل على صلابة المشروع النقدي الأوروبي، رغم أن الاختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت كبيرة جدا. وطبعا ارتفاع عدد دول اليورو من 9 دول في عام 1999 ل 20 دولة النهاردة، وده مع وجود العديد من المرشحين للانضمام، وكل ده أثبت قوة اليورو وقدرته على تجاوز أي خلافات أو اختلافات. وطبعا مع وجود 20 دولة في منطقة اليورو حاليا، فده بيخلي العملة الأوروبية الموحدة وسيلة الدفع لحوالي 350 مليون شخص في واحدة من أهم قارات العالم. وفي مقالة افتتاحية بمناسبة الذكرى 25 لإطلاق اليورو، قالت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن العملة الموحدة بتساعد أوروبا على البقاء متحكمة في مصيرها على المستوى العالمي. وقالت لاجارد في المقالة المشتركة مع رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس مجموعة اليورو إن إصدار تاني أهم عملة في العالم منحنا سيادة أكبر في عالم مضطرب، وإن اليورو خلى الحياة أسهل بالنسبة للمواطنين الأوروبيين اللي مكنهم بسهولة مقاتل الأسعار والتجارة والسفر. وعلى الرغم من الأزمات العالمية الأخيرة في العديد من القطاعات، أثبت اليورو أن ليه ميزة تانية تكمن في استخدام العملة بين الشركات عند تصدير وتداول، لكنه بيظل بالرغم من كده أقل نجاح في تحفيز النمو الاقتصادي. وأخفق اليورو رغم محاولاته في أن يصبح عملة دولية، وظل الدولار الأمريكي أكثر أهمية في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي من اليورو. وبحسب العديد من الخبراء فإنه من أجل تحقيق نجاح أكبر لليورو يتعين على منطقة اليورو أن تتكامل أكثر، خصوصا في المجالين النقدي والمالي، وده بيمثل لب الجدل الأوروبي الحالي سواء داخل المؤسسات الاتحادية في بروكسل أو على المستوى الدول الأعضاء. كان معكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير نبض البنوك.